اليوم مع فخامة الرئيس القائد الرفيق مصطفى البرزاني، مسعود البرزاني. نحن الشعب اليهودي والشعب الكردي تربطنا به علاقات تاريخية. نحن مش بس أولاد عم، نحن أخوة. الشعب الكردي والشعب الإسرائيلي أخوة، واليهود في جميع أنحاء العالم، في أوروبا، في سويسرا، في أمريكا سيدعمونكم. اللوبي الصهيوني في أمريكا سيدعمكم. لقد قال رئيس الحكومة شكرا. لقد قال رئيس الحكومة منذ بضعة أيام لثلاثين كونغرس، ثلاثين نائب أمريكي، نحن نريد دولة كردستان، نحن ندعم استقلال كردستان، سوف تكون دولة مسالمة، دولة غربية، دولة علمانية. وأنا أقول لكم إيدي كوي من تل أبيب، اطلعوا على الاستفتاء، صوتوا لصالح استقلال دولة كردستان. لا تسمعوا للعرب، لا تسمعوا للأتراك المجرمين، لا تسمعوا للإيران الفرس الأنجاس، جميعهم لا يريدون مصلحتكم. امضوا مع الاستقلال، وإن شاء الله سنلتقي في دولة كردستان المستقلة الحرة القوية وحليفة دولة إسرائيل. شكرا لكم، وتحية من إسرائيل إلى جميع الشعب الكردي، وتحية للقائد فخامة الرئيس مسعود البرزاني. شكرا لكم. شكرا شكرا. جملة واحدة، تفضل تفضل تفضل. أبطال البشمركة، تحية إلى البشمركة الذين يعني حاربوا الدواعش الأنجاس وحرروا المناطق من العراق. تحية من تل أبيب إلى أولاء الأبطال الذي في دمائهم الطاهرة حرروا دولتهم. شكرا لكم أحبائي. أستاذ شكرا أستاذ. ما مستعي زنفة تل أبيب أبو اشتبان يخو بوري فراندوما كردستان أبو سربخو يديارك نابي وهم يسباس يويد كينو زوزو سباس. باسم الشباب الكرد نحن معكم، ونحن نقول بجي كردستان هرب جي هرب جي هرب جي. تحية الأخوة العربية الكردية الإسرائيلية، تحية الأخوة الكردية الإسرائيلية. شكرا أستاذ. ألو.